وأيضا ينضم إلينا دكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي. تحياتي لك دكتور نعيم. لما بنتكلم عن تحياتي لحضرتك والبرنامج مصر. لما بنتكلم على 325 مليون بني آدم على مستوى العالم مهددين بفقر مدقع بسبب التغيرات المناخية، في مصر بالتأكيد الخطر يعني موجود زي ما هو موجود في دول تانية. كيف استطاعت مصر خلال السنوات الماضية، كيف استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للشعب المصري ولم نشعر في الفترة الماضية بأي مشكلة، ويعني والحمد لله في مجال الأمن الغذائي؟ يعني الحقيقة من خلال رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وتم وضع رؤية مصر 2030، كان في دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة علشان يعني توفير الأمن الغذائي للشعب المصري. ويمكن أول مرة في تاريخ وزارة الزراعة أنها تحظى بدعم غير مسبوق من الإرادة السياسية العظيمة اللي تم الاهتمام بقطاع الزراعة على المستوى كافة القطاعات، سواء كان في الإنتاج الزراعي والتوسع الأفقي وزيادة الإنتاجية والعمل على تحسين الوراثي للإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج الألبان والدواجن وكله الرفع، بحيث إن احنا يعني وصلنا إلى إن مصر يعني عدت جائحة كورونا وكمان تغلبت على الآثار السيئة للتغيرات المناخية. يعني حضرتك عارفة إن من ضمن قطاع الزراعة بيتأثر تأثيرات أو يعني من أكبر القطاعات اللي بتتأثر سلبي بالتغيرات المناخية، ولكن يعني من خلال رؤية مصر 2030 والاهتمام بقطاع الزراعة يعني مصر قدرت إنها توفر السلع الغذائية للشعب المصري وفتح أسواق جديدة كمان للتصدير للمنتجات الزراعية الفائضة في يعني من معظم السلع الزراعية اللي بيتم إنتاجها. يعني وصلنا احنا عندنا حوالي يعني اكثر من 5.6 مليون طن خلال العام 21. ده انجاز يعني عظيم جدا، ولاول مره يعني يمكن من خلال حتى السنوات السابقه ما قبل التغيرات المناخيه وجائحه كورونا ان مصر كمان تعدي بحجم الصادرات ليوصل 5.6 مليون طن في السنه، وده جاي نتيجة إن هناك أسواق جديدة تم فتحها للصادرات المصرية، وده جاي نتيجة أيضا إن في توسع في الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الجديدة والمشروعات القومية العملاقة اللي تم إطلاقها من مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كان لمشروعات في سيناء في الوادي الجديد في توشكا في مشروع الدلتا الجديد العملاق، مشروع الزراعات المحمية وزراعات الصوب الزراعية الجديدة على مساحة 100,000 فدان. فده يعني خلى ان في انتاج وتوفر للسلع الزراعية موجودة في السوق المصري في فائض للتصدير. طيب دكتور مصلحي، زي ما قلت حضرتك انه قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، مصر وضعت استراتيجية لتطوير استخدام المياه والتعامل مع الموارد المائية في الفترة القادمة، سواء من حيث يعني تحسين جودة المياه أو تنوع مصادر المياه أو الحفاظ على المياه القائمة. عايزين نعرف يعني تأثير ذلك أيضا على القطاع الزراعي. يعني ده صحيح. يعني بالنسبه مثلا لهذا الموضوع ان تم وضع برنامج برضو من البرامج الهامه جدا على مستوى الدوله اللي هو تطوير نظم الري وتبطين الترع والمسائي وتطوير نظم الري الحقلي ومن تحويل الري من الغمر للري الحديث سواء كان بالتنقيط او بالرش علشان يوفر لنا او نتغلب على
نقص المياه الناتج عن تأثير الحرارات المناخية أيضا، والبحث كمان في المشروعات العملاقة للتوسع الأفقي، إن احنا نشوف مصادر مياه غير تقليدية زي المياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها ومعالجتها. ويمكن كلنا يعني شفنا افتتاح السيد الرئيس السيسي لمحطة المحسمة لإنتاج حوالي 1,000,000 متر مياه معالجة من مياه الصرف الزراعي ونقلها لزراعة أراضي جديدة شرق قناة السويس. شفنا أيضا المحطة العملاقة يعني خدت يعني من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم، محطة بحر البار علشان معالجة مياه الصرف الزراعي لاستكمال توفير مياه لاستكمال مشروع 456,000 فدان في شمال ووسط سيناء. الآن بيتم تنفيذ برضه الدولة بتنفذ محطة عملاقة جدا بطاقة أكبر من محطة بحر البار في منطقة الحمام علشان مشروع الدلتا الجديدة توفير مياه للصرف الزراعي، بالإضافة لأن الدولة بتعمل على تقنين، ويعني هناك تنسيق كبير جدا ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري علشان استخدام الرشيد للمياه الجوفية أيضا كأحد مصادر الغير تقليدية لاستخدامها في الري. طيب دكتور مصلحي، هل التغيرات المناخيه دكتور مصلحي من المياه الجوفيه خاصه، نعم، هل التغيرات المناخيه تستوجب تغيير توجهات البحوث الزراعيه يعني للتوجه نحو يعني سلالات مختلفه تواجه التغيرات الجديده؟ ده صحيح، يعني هناك طبعا يعني برنامج ايضا ضخم جدا بتعمل عليه وزارة الزراعة ودعم القطاع البحوث لإنتاج أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية أو الظروف البيئية عموما المعاكسة علشان تحمل ارتفاع درجات الحرارة وتحمل أيضا يعني شدة البرودة، وأصناف انها تكون قليله الاحتياج من مياه الري، اصناف تتحمل امراض، اصناف تتحمل كل الظروف البيئيه المعاكسه. وتم عمل خريطه صنفيه لي على مستوى مصر كلها بحيث ان يعني كل صنف يبقى ملائم للمنطقه بتاعته، سواء كان في وجه بحري، وجه قبلي، محافظات الصعيد، الجزائر الصحراوي، المناطق الصحراويه الجديده، مناطق التوسع الافقي، نعم، اراضي الاصلاح الجديده، كل دي بتعمل عليها قطاع البحوث، والحقيقه في مجهود ضخم جدا. كمان في يعني تم اطلاق برنامج خاص بانتاج تقوي الخضر، لان احنا بندفع فاتوره صادرات كبيره جدا في لاستيراد تقوي الخضر من الخارج. هو زي ما ذكرت حضرتك، هو واضح ان هو هي جهود كبيرة في دكتور نعيم مصلحي، هي جهود كبيرة في وزارة الزراعة وفي قطاع الزراعة بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل تغيرات مناخية تهدد العالم بأسره، ليس القارة الإفريقية فقط أو مصر فقط، ولكنها جهود يعني تبذل من قبل يعني القيادة السياسية وكل المسؤولين في هذا القطاع. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.